أين سنقوم بتوزيع حصة سكنية معتبرة بمختلف السياق تقدر ب 1871 وحدة سكنية، والتي تعتبر أول ثمرة التحدي الكبير الذي بشرنا من خلاله إعادة انطلاق جميع المشاريع على مستوى ولاية تيزي وزو، أين تم وضع الحجر الأساس لتقريبا 1400 وحدة سكنية من صيغة عدل. وفي الأسابيع القادمة القادمة إن شاء الله سيكون الانطلاق الى مجموعه الى عدد لا باس به من 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 السكن الترقوي المدعم. تونسيوماتر اوتوماتيكي زد ان، جهاز مراقبه ضغط الدم اوتوماتيكي، راقب ضغط الدم وصحتك في منزلك. العلامه السويسريه، متوفر في الصيدليات ومحلات بيع المستلزمات الطبيه. DMCM المتخصص في استيراد المعدات والمستلزمات الطبية والموزع الحصري للمنتجات الصحية لعلامة روزماكس السويسرية. للمزيد من المعلومات اتصل بالرقم التالي أو زور صفحتنا على الفيسبوك